60 مليون رقم هاتف في العراق مهددة بالإغلاق خلال شهر بعد إبطال تمديد الرخص لشركات أسيسيل وزين وكورك الأكثر ربحا على مستوى الشرق الأوسط رغم سوء خدماتها، فيما حمل متابعون هيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية تراكم الديون وسوء الخدمة المقدمة للعراقيين. تصور تقعد الصبح أنت ماكو خدمة هاتفية للصفر، ماذا تفعل؟ ثلاث شركات هاتف نقال أسيسيل وكورك وزين، أحيانا نتخذ إجراءات ما نعرف الآثار اللي ترتب عليها. تدري كم تعويضات، كم مئات الملايين راح تطالب بها الحكومة العراقية؟ التقصير مو تقصير من الشركات، التقصير من موظفي هيئة الإعلام والاتصالات. وتحتكر الشركات الثلاث خدمات الاتصالات في العراق منذ عام 2003 مع استمرار المطالبات باستخدام شركات وطنية منافسة قبل إيقاف عملهم بالوقت الحالي. اليوم احنا ما عندنا شركة وطنية، لازم احنا قبل ما نوقف عمل هذه الشركات احنا نأسس شركة وطنية، نأسس يعني أساسات بالمواطن العراقي، يلا بعدين ممكن نطلع هذه الشركات. الشركات ايضا هي سرقت مال الشعب العراقي، عليها ديون، خدمتها سيئة جدا، لكن اليوم ما عندنا غير حل، ما عندنا حل ثاني غير أنه نصبر على هاي الشركات لحين تأسيس شركة وطنية. سينعكس تسديد الشركات الثلاث للديون المترتبة عليها إيجابيا على اقتصاد البلاد، وهي ما تعادل نسبة 25% تقريبا من القرض الأخير الذي صوت عليه البرلمان، وعلى الحكومة العراقية الإسراع في أخذ جميع الضرائب والديون والغرامات من هذه الشركات وغيرها لاجتياز الأزمة المالية الاقتصادية. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.